أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تحية طيبة، وكنشكر من هذا المنبر الجمعية ديال دربين دلات وكذلك جمعية دوجينت والجمعية الأخرى اللي في التعاون معنا على نظافة المسجد ديال دربين دلات. وكنتمناو أن هذه المبادرة تعم جميع مساجد دردانت، تكون هذه البداية وما تنتهيش، خصوصا في أيام ديال رمضان إن شاء الله القادم. ونتمنى أن الإخوان الشباب يتشجع لنظافة بيوت الله وتسخير المجهودات ديالهم من أجل قيام شعائر الله في هذه الأيام المجيدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.